سلم حاكم إقليم كانم عبادي ساير فضل المولد الكهربائي الذي هداه فخامة رئيس الجمهورية إلى أبناء كانم خلال وضعه لحجر الأساس لكل من حقل سيديجي البترولي والمعهد العالي للبترول بمو إلى مسؤول الشركة الوطنية للكهرباء بالإقليم بحضور عدد كبير من أبناء المنطقة. حسن جدا. إن وعود رئيس الجمهورية تطبق أقواله بأفعاله، وخير دليل على ذلك هذا المولد الكهربائي الذي وعد به أبناء إقليم كانم أثناء وضعه لحجر أساس كل من الحقل البترولي الغازي بسيديجي والمعهد الوطني العالي للبترول بمدينة مو حاضرة الإقليم. مولد كهربائي تصل قوته الإنتاجية إلى 275 ميجاوات، استلمه حاكم إقليم كانم عبادي ساير فضل الذي بدوره سلمه إلى مسؤولي الشركة الوطنية للكهرباء، ذلك في مناسبة حضرها بعض سكان مدينة ماو حاضرة الإقليم من ضمنهم ممثل سلطان ماو مهدي علي أليفي. اسمنا سلطان اسمنا شعب أنا كانيم أسا غروب للدينة نشكر اسمنا شعب اسمنا سلطان اسمنا واجي أجاوي كل نشكره. إن أبناء كانيم كانوا يعانون منذ فترة من مشكلة عدم توفر الكهرباء، ذلك بعد تعطيل المولد الكهربائي الوحيد الذي يمد المدينة بالطاقة الكهربائية. فهذه الحالية القيمة التي قام بها رئيس الجمهورية تحل مشكلة الكهرباء بشكل كبير. هذا ما جاء على لسان كل من حاكم إقليم كانيم عبادي ساير فضل ومسؤول الشركة الوطنية للكهرباء النور ميكائيل. ولعدم تكرار مشكلة انقطاع الكهرباء بالمنطقة يبقى على القائمين بشؤون إدارة المولد الاهتمام به حتى لا يقعوا في العطل مرة أخرى. ومن كانم إلى حجر لميس وأعمال الورشة التفكرية حول وضع استراتيجيات للإدارة المستدامة للمراكز الخدمية بإقليم حجر لميس بمشاركة المسؤولين الإداريين بالمنطقة. خليل حسن. بعد ثلاثة أيام من المداولات والمناقشات وتقديم الاقتراحات، أسدل المشاركون الستار على أعمال ورشة التفاكر حول وضع استراتيجيات الإدارة المستديمة للمراكز الخدمية بإقليم حجر لميس. وخلال المناسبة الختامية قدم المشاركون توصيات وقرارات عدة تتمثل في توفير المعدات اللازمة وتقوية الشراكة بين الوزارات المعنية وعدم إهمال السلطات الإقليمية والتقليدية. كما رفع المشاركون برقية شكر وتقدير للسلطات العليا على اهتمامها بالعالم الريفي وتوفير الأساسيات اللازمة لتطويره. حاكم الإقليم علي آدم عبد الله طمأن المشاركين بأخذ ما تمخض عن هذه الورشة بعين الاعتبار ويعمل على نقلها للجهات المختصة. وبعد ختام الورشة تحدث أحد المشاركين عن حيثياتها. لقينا وصية كثير واستفدنا منها، ويمكن أن ذات قدمنا طلبات والطلبات ده ممكن يحققوها كلها. وتعد مشاركة السلطات التقليدية والمندوبيات الوزارية أمر غاية في الأهمية لاستدامة المراكز الخدمية حتى يستفيد منها سكان الريف والرعاة المتنقلين. الأمين العام لإقليم بحر الغزال يترأس أعمال الدورة العادية التدريبية لصالح مسؤولي الإداريين بالإقليم بإقليم بركو وبحر الغزال في قطاع الثروة الحيوانية. منى حسن سكيا. من أجل تطوير الثروة الحيوانية في البلاد خاصة في الأقاليم جاءت هذه الدورة التدريبية التي نظمته المشروع الإقليمي لدعم الثروة الحيوانية في الساحل برابس لصالح المسؤولين الإداريين والمناديب بإقليمي بركو وبحر الغزال في القطاع الثروة الحيوانية، وتهدف إلى توحيد الرؤى وتغيير الأساليب العملية لدى الفنيين والمنتجين، وذلك لتحسين المحاصيل الزراعية وزيادة إنتاجها. الأمين العام بإقليم بحر الغزال جان كلود تحدث في هذه السانحة مقدما شكره لممثلي المشروع على تعاونهم الدائم في الأقاليم واختيار هذا الإقليم لصالح القطاع الثروة الحيوانية، وطلب من المسؤولين تقديم مزيد من الجهود في هذا القطاع. أما رئيس البعثة لمشروع الإقليمي لدعم الثروة الحيوانية في الساحل يوسف علي جركدي قال
إن الهدف من هذه الورشة توجيه العاملين في القطاع وتقييم النشاطات في إقليم بركو وبحر القزالة حول كيفية رسم البيانات وإبراز دور مشروع الثروة الحيوانية في دعم الخدمات البيطرية، وطلب من المشاركين القادمين من الأقاليم تطبيق كل المعلومات التي تلقوها أثناء الدورة على أرض الواقع.